بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أولى هذه الحلقة، هذه رسالة وصلت من مستمع العوطي ساسي من الجزائر، يقول في هذا السؤال لفضيلة الشيخ: ما هي عوامل نجاح الداعية في تبليغ الدعوة في هذا العصر؟ نرجو منكم الإجابة مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الدعوة إلى الله مهمة جدا، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله مقامها عظيم ونفعها عميم، خيرها كثير، ولكن يشترط في الداعية لتكون دعوته ناجحة بإذن الله اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون على علم وفقه في دين الله ومعرفة بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وذلك يحتاج إلى تعلم تفقه في دين الله قبل مباشرة الدعوة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل التفقه في الدين سابقا ومقدما على التحذير والدعوة إلى الله عز وجل. وفي الآية التي سمعناها يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم. قل سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور لا تتحقق إلا بالعلم النافع والفقه في دين الله. ثانيا، أن يكون الداعية مخلصا لله عز وجل في دعوته، لا يقصد من ذلك طمعا في الدنيا، ولا يقصد بذلك مدحا ولا رياء ولا سمعة ولا تعظيما بين الناس، وإنما همه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين. ولهذا قال: أدعو إلى الله، وهذا يقتضي الإخلاص، يعني يكون الداعية يدعو إلى الله، لا يدعو إلى شيء أو يدعو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى مذهب غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اشترطوا في الداعية أن يكون ذا حكمة وبصيرة وروية وصبر واحتساب. اشترط في الداعية الصبر على ما يلقى من المشقة، ما يلقى من الناس، يكون على صبر وثبات وعدم يأس، بل يستمر ولو واجه ما يواجه من المشقة، فإن ذلك في سبيل الله عز وجل. فإذا لم يكن مع الداعية صبر واحتساب فإنه يتوقف من أول الطريق، من أول عقبة تواجهه، فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. فإما أن ينفع الله بدعوته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وإما بأن يبرئ ذمته ويقيم الحجة على المخالفين. هذه أمور لا بد أن تتوفر بالداعية لتكون دعوته ناجحة ومثمرة بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. العلم الشرعي مهم جدا بالنسبة للداعية، تزود بالعلم الشرعي قبل أن يدعو إلى الله شيخ. نعم، ذكرنا هذا، قلنا لا بد أن يتفقه في دين الله ويتعلم أمور الدين قبل أن يباشر الدعوة، وإلا فماذا يدعو إليه؟
إذا كان لا يعرف أمور الدين كيف يدعو إلى الله؟ يدعو على جهل، ربما أنه يضل الناس وهو لا يدري، ربما يحرم حلالا أو يحل حراما أو يفتي بغير علم، لأن الداعية لا بد أن يسأل ولا بد أن يطلب منه إجابة على إشكالات، ولا بد أن يكون على استعداد. وكذلك يتعرض لجدال وخصام من المعاندين وشبهات يلقونها، فلا بد أن يكون على علم لنقضها ومواجهتها وكشفها وتزييفها، فلا يستطيع هذا إلا بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. سوداني رمز لاسمه بسين عين ميم، يقول هل يجوز التقدم لخطبة فتاة مقطوبة مع العلم بأنها هي التي ترغب في ذلك وبعلم الأهل، وذلك لوجود صلة قرابة بيننا؟ لا بد من أن يتخلى الخاطب، إذا تخلى الخاطب عنها ولم يرغب فيها أو ردوه ولم يجيبوه فإنه لا بأس أن يخطبه، أما ما دام أنه لم يرد وهو لم يرغب عنها والخطبة قائمة والرغبة موجودة فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة مكتوبة بخط واضح ومطبوع، يقول عادة أخرج الزكاة عن أموالي وعن ذهب الزوجة ومالها وكذلك والدي ووالدتي دون أن أخبرهم، فهل يجوز هذا أم لا بد من النية في الإخراج وبذلك لا بد من إخبارهم؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن غيره إلا بإذن صاحب الزكاة، لأنها عبادة تحتاج إلى نية عند الدفع، فلا بد من إذن من وجبت عليه الزكاة للوكيل أن يدفعها نيابة عنه، أما لو أخرجها الغير عنه بدون إذنه وبدون علمه فإنها لا تجزي لافتقادها النية، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإخراج الزكاة عبادة وعمل تحتاج إلى نية. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا كان عند أحد من أقاربي مال وهو لا يخرج زكاة هذا المال ولو نصحته لما استنصح لي، فهل يجوز لي أن أخرج عنه الزكاة إذا عرفت قدر ماله؟ لا يجزئه ذلك إلا إذا أذن لذلك ووكلك إخراجها، أما إذا لم يوكلك ولم يأذنك فإن إخراجك عنه لا يجزي، كما تقدم في الجواب الذي قبل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما الحكم إذا زاد الحاج في الرمي حجر أو حجر أو أكثر وذلك حتى يتأكد الرمي، وما الحكم إذا كان ناسيا؟ نعم، إذا شك في عدد الحصيات فإنه يبني على اليقين ويكمل، إذا شك الرمى ستا أو سبعا فإنه يجعلها ستا ويرمي السابعة يبني على اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول أرجو توضيح مسألة القدر والتكلم فيها بإسهاب بارك الله فيكم. القدر هو ما يقدره الله جل وعلا في هذا الكون من الحوادث والمجريات، وذلك أن الله علم ما كان وما يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من شيء يجري إلا وقد علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه وأوجده سبحانه وتعالى في وقته. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بالقدر فليس من الله، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، لأنه انتقص ركنا من أركان الإسلام. والإيمان بالقدر هو كما ذكرنا أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وأن الله كتبها في اللوح المحفوظ وأن الله شاءها وخلقها عند وجودها، لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى ولا يقع في ملكه شيء بغير مشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان وهذا هو التصديق وهذا هو الحق الذي لا بد منه. ولا يدخل الإنسان في التفاصيل في القدر والسؤال عن لماذا ولماذا، لا يدخل فيها، يكفيه أن يؤمن به
بالقضاء والقدر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يدخل في التساؤلات والإشكالات، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لأن القدر كما يقول ابن عباس رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه، ولا يمكن لأحد أن يعرف هذا السر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لسكان مكة أن يتركوا الأهل والأولاد يأخذون عمرة دون محرم؟ لا بد من محرم، لأنهم إذا كان يقصد النساء. نعم شيخ. النساء لا بد لها من محرم، لأن ذهابها من جدة إلى مكة مسافة بعيدة، وربما يتعرضون لمشاكل، يتعرضون لأشياء، لا بد من وجود المحرم فيها. نعم. جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. يسأل عن الصلاة مع المرأة، هل تعد جماعة؟ الصلاة مع المرأة إذا لم يكن هناك غيرها وليس عنده جماعة ولا عنده مسجد فلا بأس أن يصلي هو وامرأته أو المرأة التي من محارمه، ويكون ذلك جماعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وإذا كانت المرأة غير محرم ليست من محارمه فإنها تقف وراءه ولا تقف إلى جنبه. نعم. يقول: يترك بعض الناس فضيلة الشيخ المرأة تسعى لوحدها ويجلس الزوج والأخ في طرف المسعى ينتظرها، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، يجوز أن المرأة تطوف وحدها وتسعى وحدها، إلا إذا كان في زحمات شديدة أو المرأة ضعيفة أو مريضة فيجب أن يكون معها وليها ليعينها ويدافع عنها. نعم. يقول هذا السائل فهد من المدينة النبوية: هل الحدود الموجودة حاليا حول المشاعر تعتبر حدود فاصلة لما في داخل المشاعر وخارجها؟ بمعنى يا شيخ، لو صليت بعد اللوحة الموجودة على حدود المزدلفة ولو لمترين، هل أعتبر خارج مزدلفة؟ وكذلك لو بت، فهل أنا خارج مزدلفة؟ نعم، هذه الحدود فاصلة بين الحل والحرم، قد وضعها العلماء باجتهادهم تحريا بالنصوص وسؤالها للخبرة، فهي موضوعة عن خبرة، موضوعة عن مشاورة بين أهل العلم وأهل المعرفة، فتعتمد وتعتبر حدودا فاصلة بين الحل والحرم. إذا صليت خارجها فإنك صليت خارج الحرم، وإذا بت وأنت حاج بت خارجها في مزدلفة، خارج حدود مزدلفة أو خارج حدود منى، فإنك لم تكن في المشعر الذي يجب عليك المبيت فيه، فلا تتساهل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من أبو همام من اليمن، يقول: فضيلة الشيخ، زيارة القبور للاستشفاء وذلك ببركة الولي المقبور هكذا موجود عندنا، فإذا أنكر الدعاة إلى الله ذلك قال الناس وبعد جدال هذا إنما هو من بذل السبب الذي تقولون بأنه يحصل عند الذهاب للأطباء، نرجو يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا السنة في ذلك مأجورين. زيارة القبور على قسمين: زيارة مشروعة مستحبة وهي زيارة القبور للاعتبار والاتعاظ والدعاء لأموات المسلمين، هذه زيارة مشروعة مستحبة وفيها أجر، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى ويستغفر لهم. والنوع الثاني زيارة بدعية شركية وهي زيارة القبور لأجل طلب البركة من الموتى أو الاستغاثة بهم أو طلب الحوائج منهم، فهذه زيارة شركية لأن فيها دعاء لغير الله واستغاثة لغير الله وطلب البركة والحوائج من غير الله من أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، وليس هذا من الأسباب الذي يقولون، هذا ليس سببا، لم يجعل الله زيارة القبور للتبرك بها والاستغاثة بها، لم يجعل ذلك سببا لحصول المطلوب، الأسباب هي ما جعلها الله أسبابا وأباحها، والله حرم ذلك، حرم دعاء غيره وحرم طلب البركة من غيره وحرم الاستغاثة بالأموات، فهذا محرم وليس سببا مباحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند موت الميت عندنا يذبح أهل الميت ذبيحة بعد موته،
فهل لنا أن نأكل منها؟ لا تأكلوا منها، هذه ذبيحة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. ليس في الإسلام الذبح عند موت الأموات، وإنما في الإسلام ذبح الأضحية عن الميت في وقت الأضحية، لأن ذبح الأضحية سنة عن الحي والميت وشعيرة. وأما الذبح عند الموت أو عند الدفن أو بعد الأربعين، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وهي ذبائح محرم لأنها لم تبنى على دليل من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: أنا لا أستطيع الإنكار على البدع المنتشرة في بلدي، وذلك بسبب الجدال الذي يحدث عند الناس، فهم لا يفهمون مقاصد الشريعة ولا معنى الحجية ولا قيمة عندهم لوصف السنة الصحيحة، فهل أنا آثم في ترك الإنكار على البدع؟ إذا كان عندك علم ومعرفة وفقه في دين الله فعليك أن تدرس العلم النافع للناس، تعلمهم العقيدة الصحيحة وتبين لهم العقائد الباطلة، وذلك من خلال الدروس، تقيم الدروس في المسجد، ولو لم يحضر عندك إلا القليل فإن الخير ينتشر ويمتد. وعليك بالمناصحة مع الدرس، عليك بالمناصحة بالتي هي أحسن، والبيان للناس والصبر على ذلك والاستمرار، فإن الخير موجود، والناس لا يكونون كلهم لا يقبلون الخير، بل فيهم من يقبل الخير وفيهم من يهتدي بإذن الله، فلا تيأس من هدايتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ورد في أقوال العلماء أن يقال أثناء الذكر بعد السلام من الصلاة لا إله إلا الله فقط عدد معين منها، وهل من السنة أم أن ذلك مخالف لها؟ نعم، بعد السلام من الصلاة الذي ورد في الأدلة الصحيحة أنه يستغفر ثلاثا وهو مستقبل قبلة إذا كان هو الإمام، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قويت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب فإنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ويقول بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة، ليكون المجموع 99 كلمة، ثم يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لتكون الكلمات كلمات الذكر 100 كلمة، كل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول هذا السائل شيخ أيضا عن البدع التي تدخل الفروض الخمسة أركان الإسلام، هل تبطلها؟ وهل الذكر الجماعي بعد الصلوات يمس ذات الصلاة؟ البدعة تختلف، منها ما يبطل الصلاة، البدعة الشركية ودعاء غير الله والاستغاثة بالأموات هذه تبطل الصلاة، وبدعة لا تبطل الصلاة لكنها محرمة وفيها إثم كالدعاء الجماعي، هذا لا يبطل الصلاة لكنه محرم وفيه إثم لأنه بدعة. نعم. ننتقل إلى رسالة وصلت من سلطنة عمان، الاسم ميم ها ميم، يقول: هل يجوز أن يجتمع البعض من المصلين بعد صلاة الفجر يرتلون من سورة الفيل إلى سورة الناس، ومن ثم يقومون بالدعاء، هل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا، وإنما هو بدعة، وإنما الإنسان يذكر الله بما تيسر له من أنواع الذكر الواردة، ولا يكون جماعيا، لا يكون ذلك جماعيا، وإنما كل واحد يذكر الله نفسه منفردا عن الآخرين، ويتحرى الأدعية المشروعة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الواردة في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في السائل في أسئلة السائل من سلطنة عمان يقول: ما هي أوقات الأدعية المستجابة؟ نرجو الإفادة. الدعاء مطلوب دائما، والله جل وعلا قريب مجيب في كل وقت وفي كل حين إذا توافرت شروط الإجابة، ولكن هناك أوقات تكون الإجابة فيها أحرى، وذلك مثل الدعاء في الصلاة في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر
تخشوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد ربه ووساجد فأكثروا من الدعاء. وكذلك الدعاء أدبار الصلوات مكتوبة فإنه مظنة الإجابة. وكذلك الدعاء في آخر الليل في وقت السحر قال الله جل وعلا: وفي الأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا الوقت وقت السحر مظنة الإجابة، خصوصا إذا كان الإنسان قد صلى من الليل، تهجد من الليل، ختم ذلك بالاستغفار. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، من أسحار هم يستغفرون. وكذلك الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، أو الدعاء في يوم الجمعة التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجيب له. وهذه الساعة خفية في هذا اليوم، ولكن أحراها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو أحراها من آخر ساعة من يوم الجمعة، على خلاف بين العلماء، ولكن هذان الوقتان أحرى ما يكون. فإذا صادفها المسلم وتحراها ودعا الله، كذلك الدعاء في رمضان والدعاء والإنسان صائم والدعاء في ليلة القدر. فالمواسم لله الحمد موجودة ومتكررة على المسلمين في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي السنة وفي، وكذلك الدعاء في الأماكن المفضلة، كالدعاء في الحرم والدعاء في المسجد الحرام، دعاء في الطواف والسعي. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. السائلة ألف عين عين بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول أرجو الإجابة عليها. أول سؤال في رسالتها تقول: ما الحكم في صبغ الحاجب وتثقيله بالكحل؟ أفيدونا في ذلك. لا يجوز العبث بالحواجب. الواجب على المرأة أن تترك حواجبها ولا تعبث بها، لا بصبغ ولا بتشقير ولا بقص أو نمص أو حلق أو غير ذلك. فإن هذا مما زينه الشيطان لكثير من النساء، لما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله. فإن الشيطان أغراهن بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العبث بحواجبهن، كما أغرى بعض الرجال أو كثيرا من الرجال بحلق لحيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى وأمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها. الشيطان يحرص على الأمور المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويزينها للناس، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: ما الحكم في من ذهبت لأداء فريضة العمرة وفي الميقات وقبل الإحرام جاءتها الدورة الشهرية فأحرمت ولبت بالعمرة وذهبت إلى مكة وجلست أيام ولم تطهر ورجعت إلى مدينتها ولم تعتمر، علما بأنها في الميقات سألت الوالدة فقالت لها: أألبس؟ فقالت: نعم. فلبت بالعمرة وهي لا تعلم الحكم، ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها الآن أنها باقية في إحرامها، فتتجنب محظورات الإحرام وترجع إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، وذلك بأن تطوف وتسعى وتقصر من شام رأسها ثم تتحلل من العمرة، لأنها ما زالت في الإحرام وهي في بلدها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أمي أفطرت رمضان عندما أتتها العادة ولم تقضي سنوات طويلة، فهل عليها قضاء الآن وبعد مضي هذه السنوات؟ نعم، يجب عليها قضاء ما أفطرت، ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أخيرا تقول: ما الحكم في أيمان متعددة ولم أنفذها؟ هل علي كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ الأيمان تختلف،
منها ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة. إذا كانت حلفت على شيء أن تفعله ولم تفعله، أو حلفت على شيء أن لا تفعله وفعلته، أو حلفت على إنسان أن يفعل كذا أو يترك كذا فخالفها، إنه تجب عليها الكفارة. وإذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين له كفارة مستقلة. وإذا كانت الأيمان على شيء واحد تكررت قبل التكفير فإن يكفيها كفارة واحدة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم. شكرا لحضراتكم، شكرا لكم أنتم، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.